عدنا والعود احمد لمباراه الاتحاد الرياضي بتطاوين وشبيب القيروانيه. نذكر بالنتيجه النتيجه كانت 1-0 لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين. هدف في الدقيقه 30 عن طريق وسيم زغدوت. ترجع الكره عند زياد الزيادي. نذكر اللي فما تغيير يعني من شبيب القيروانيه، خروج الخرايفي ودخول محمد علي الرقوبي. ترجع الكره، كرة وتغطية من ياسين بو عبيد. ثامر الصالحي، محمد مباي، كرة عند الجورني، محمد الجورني، محمد الجورني، محمد الجورني، ممتاز جدا محمد الجورني. يتوغل محمد الجورني، يتوغل، يوزع، كرة خطيرة، كرة خطيرة، ركنية للفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. ضغط، ضغط كبير من الياسي على دفاع الشبيب القيروانية وركنية الاتحاد الرياضي بتطاوين. يمشي للتنفيذ محمد علي عبد السلام، يجي مع احمد الهمامي. محمد علي عبد السلام يوزع وسيلا، خطيرة، كرة خطيرة، والحكم يعلن على خطأ لمدافع الشبيب القيرواني. مخالفة للشبيبة. نجد الهلالي، طويلة، مخالفة للاتحاد الرياضي بتطاوين، مخالفة لصالح ياسين بوعبيد. يمشي للتنفيذ ثامر الصالحي، ثامر الصالحي، طويلة من ثامر الصالحي، الياسي لا، محمد الجورني، وسيم زغدود، ياسين بعبيد، وسيم زغدود. ترجع الكرة ثامر الصالحي، محور الدفاع المتكون من وامين امين بلكحل وثامر الصالحي. الكرة عند فرات السلطاني، امين بلكحل، امين بلكحل، طويلة، محمد مباي، تشتيت الكرة من دفاع الشبيبة. محمد مباي مرة أخرى، علي سيلا. نذكر هو هدف الفريق بثلاث أهداف. محمد مباي ممتاز جدا، محمد مباي ممتاز اليوم، ممتاز جدا. علي سيلا، علي سيلا، يربح مخالفة. يمشي للتنفيذ محمد، محمد مباي، فرات سلطاني، فرات سلطاني، فرات سلطاني، مر فرات سلطاني، اوه، وضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين، يتحصل عليها فرات سلطاني.